الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد درسينا وكيس ديدي طبناد كم إذا كتاب كي حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أو إسكالها الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وحين سوغارني الدعاء إذا تقلب ليلا ودعاء الصغالي لباتناد أرقام بأسمي دعوينك الدعاء بريضة دعوينك لآخر سنة إذا قلت تقلب قفك النائمك هي هرده وإسجديه ليلا هبين ومركز سوچ ديدنا أذكار بالغاربة مركي أتسيحانا يسيد إسرق رقا يسيدنا وحيلا ده الدعوين وحورنا يا لا إله معبود حق لقوع عبدا متشروه إلا الله اللهم هني عليه الواحد كلجي سها عليه القهار قصبتان كبدناي وأدومدي سه كأت كا رب السماوات عرارك رب جود ويا يا والأرض رولك رب جود يا وما وح بينهما دحض وضع هذي العزيز هو سو العزيز الله حوج بدن ويا أدون كي كبرنا كأرجوستا الغفار ودافتان كبدن إن همين كبركو إسجديو هبدأ دين عور رمضان وآخرنا يا لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار مركو آخر سن إسجدين تا إسجدين أيف كورنا ضاي نغطو جريدة دي وأدو سيدا سكوها يا نفط كابحدو تبتا أدو كوها يا القيامة الصباح يساي توحيد سنة يسوي لا إله إلا الله كوها ودي توحيد وخاتمة عجيبة مركا أذكرت سقاب كسويانو قفكم مركو سياحنا يا نمد بآخر سنة مركو يسر رغي أنا توكل وآخر سنة دعاء الفزع أرجع حاد دعائي في النوم هردا لحد هذا قفكم وكسو أرجع جحه يا ومن قفك بلي الغو امتحام بالوحشة عدل نم إنه دريمي هل كان مصنف وح كره الله يا دعاء الفزع أرجع حا قفكم هذا صان حه أرجع حيو ما حيو عبسنا يو دعاء آخر سنة في نوم هردا لحد هذا هردا دي بكو سلا ليا يكون نحيا يا ومن قفك بلي الغو امتحام بالوحشة عدل نم مركز صوص هذا هدو دلة شوية هدو كل جيا وح دريمي نوع كل نما هو كل يسوع عدل نما يا كلاس يا حنايا يا دين عيدة كاحية ماشي كل جار ما دبل وجيستا والول بقبة وحو آخر سنة يا أعوذ وحن مجن جليا بكلمات الله إله كلمات كيسي ويريه سأتى أمات أدميس كتران من غضبه إله عردي سان كم مجن جليا يو عقابه شربدي سي عقاب كيس يو شر عباده أدومدي سا لبكودة يا شركودة ومن همزات الشياطين يا شيطان مضى والضوضة وأن يحضروني يعني سوكي يمادان وسوكي وعدان الشياطين تو أبو داود يترمذي بحديث كوي وريين وحو النبي وكت المامي كلمات كإلهي التامات أدميس كتران سببت وحاوية كلمات كإلهي وح نقصان ملئ يعيب وح كوي مانا يو دباتوين أنا ملئ وكلمات محكمة دا أو سغن نسخ مجل يو كلمات كا أصل كا إلهي أسماء دي سورنا وكلمات كل وض وض محكمة ويان كلمات محكمة ويان سيدا أوجد بقفك وآخر سنة يا طيب تاكو صابسان من غضبه إلهي عردي سان كم مجنجل يا غضب كوا صفة صفات الأفعال كم دو إلهي صفوين كيساء مركو ربو عروضا عدي متيستنا وأو عروضا عرد إلهنا تين مخلوق ما يشبه ذو شغل كماله تين وامد آدم أو مخلوق إلهي تيسون وامد خالق وشغل إسكماله إلهي عقاب كيساد إلهي كم مجنجل يساء يأدو مديس شرك وضاه ووحا لغيابا وحا كوكينا يأرققحا نهردد الدحدة هذا إنا يتهي معاتي آساميسي أدوه عرى إله يوكار لطينا يتهو عرى عرى إكوهاي ستبا عقوبة الرباني وإنا إكوهاي ستوه وحاكلو سورتو ده شر أدوما ده حقو ده كييمي أما سحر أو كليتو أما حسد أو كليتو
waxyaalaha noocaas oo kaleeta inay tahay waxa la soo sararay sidoo la argagaxaysidna ayaduna waa suurtagal. waxaa kaloo suurtooda min hamazaati shayaatiin, shaydaanka waalidiisa iyo dhuumashada uu kuu soo dhuumanayo iyo inay isugu kaa yimaadeen oo ayagu dhibkan wadaan ayaduna waa suurtagal. marka markaad hurdada ka soo saraltid oo soo naxdid, ducadaan akhriso. acuudu waan magangelayaa bikalimaati illaahi, ilaahay kelimooyinkiisa attaammaati ee dhammayska tiran, min qadabihi ilaahay caradiisa ayaan ka magangelayaa, iyo waciqaabihi ciqaabkiisa, iyo washari cibaadihi addoommadiisa sharkooda. shaydaanku xataa addoommada ilahay buu soo gelayaayo, waa addoon makhluuq oo khalqiga ilaahay ka mid ah. wa min hamazaati shayaatiini, shayaatiinta waalidooda inay waali sabab igu noqdaan ayaan ilaahu kaa magangelayaa, wa an yaxduruunii iyo inay isugu kee yimaadaan oo soo xaadiraa. ciwaanka ama baabka 31aad, maa maxay buu yafcalu samaynayaa, man qofkii ra'aa arka, arru'yaa riyo, aw ilxuluma ama qarow iyo hawaawiya waxaas arka. wuxuu halkan kaga hadlayaa musanifku qofkii hadduu seexdo, waxaan soo qaadannay adkaartuu akhrisanaya markuu seexanayo, waxaan soo qaadannay haddii uu habeenkii isrogayo habda dhinac u gadoomayo ducadu akhrisanayo, waxaan soo qaadannay haddii hurdada dhexdeeda uu ku salalo oo argagax iyo uu wax dareemo cidlanimo wuxuu akhrisan lahaa. tani waa ka bedelan tahayo wuu riyooday qofkii, isagoo hurduu riyooday uu qarway, muxuu samaynayaa qofkaas? kow, dhowr shay buu samayn. wuxuu samaynayaa yanfufu, wuu tufayaa, can yasaarihi, dhankiisa bidixda, thalaathan, saddex jeer buu candhuuf bidixda u tufayaa. waa goorma? laakiin waa riyada aad ku riyootay, riyo xun hadday tahay, riyo xun hadday tahay. xurumka inta badan waxaa loo isticmaalaa riyada aan sugnayn oo isku dhexyaac ah. sidaa awgeed baa nabiyullaahi yuusuf markuu xabsiga galay, boqorkii waddanka haystay masar intuu riyooday ayuu wuxuu ku yidhi, intuu isugu yeeray culimmadiisii aqoon-yahanka u ahayd iyo saaxiriintii, warbal riyadan ii fasira. markay garan waayeen bay waxay ka xishoodeen inay yidhahdaan riyadan garan mayno tafsiirkeeda. indhaadayg bay sameeyeenoo waxay yidhahdeen waxa aad ku riyootayo adqaafu axlaam baa loo yaqaanaa, wamaa naxnu bita'wiili alaxlaami bicaalimiin, wax isku dhex yaacsan oo aan riyo nuweyno odaya ahayn baad ku riyooto, annaguna riyooyinka fiicfiicano hufan baanu tafsiirnaaya, waxa noocaan oo kale nalama soo aaday yidhaahdeen. odaygii marka wuxuu u qabaa run inay tahay, waa niman been sheegahaya inay been sheegayaanoo wixii garan waayeenna aan isu ogolayn. marka hadday riyadu xun tahay, kow waxaad qabanaysaa dhanka bidixdaha saddex jeer candhuufu tufaysa, ka warran hadday kaa hurdaan candhuufta laguu sheegaya wax intaad afka ku aruursatid oo afkii candhuuf ka buuxisid balqan aad sii daynaysid maahane, neef baa kugu filan. tuhu saddex jeer inaad tiraahdo, dadkana aadan ku dhibin, qaylo aan lahayn, waa kugu filantaa saddexdaa jeer. waxay culimmadu isweydiiyaan xadiidkaa, waxaa wariyey muslim baa wariyey, waana xadiidka abuu qataada. waxay culimmadu isweydiiyaan maxaa calaaqahoo ka dhaxaysa bidixda in loo candhuufo iyo candhuufta iyo riyada xun? waxay leeyihiin riyada xun waxaa keena shaydaanka. qofka markaad liidayso iskala weyntahayna waa lagu candhuufaa. shaydaankii xumaayee waxaan xun kugu riyaysiiyey baad waxaad leedahay abaalkaagu candhuuf in laguu tufo weyaan, asagii baad ku candhuufaysaa. oo hadday isaga ku candhuufaysa ma isaga raasati bidixda maxay galabsata? kolay un dhan buu kaa jiraa, midigtuna way fiican tahay oo waxyaalaha war wanaagsan baa loo isticmaalaa. asaga laftirkiisuna bidixdu dadka ka soo galaaye bidixda u tuf. marka qodobka labaad ood qabanaysa, riyadu hadday xun tahay, yastaciidu qofku wuu magangelayaa, billaahi alle, min ashaydaani shaydaan ayuu ka magangelayaa, iyo wa min shari maa shay sharki ra'aa uu arkay. shaydaankana ilaahay baad ka magangeli, wixii riyada xun ood aragtayna ilaahay baad ka magangelaysaa, thalaatha maraatin, saddex jeer, ayadana muslim baa wariyay xadiidka qaybtan. marka tani labaa ku jirta halkan, acuudu billaahi min ashaydaani rajiim, waa shaydaanka iska naaridiisii. tan labaad waxa weeye, riyadii xumaydu aad ku riyootay ilaahuw riyada xun adaan kaa magangelayaa wey. marka laba iska naarid, laba magangal baa meeshan ku jirta, mid waa shaydaanka, midna waa riyadii qaabka darnaydu aad ku riyootay. qodobka ducada saddexaad, waxa saddexaad uu samaynayo, laa yuxadith, yuusan u sheegin bihaa riyadii xumayd axadan qofna, hal qofna yuusan la wadaagin, shib afdaboolan waa dahab, qofna yuusan la wadaagin. qodobka afraada uu samaynayo, yataxawalu, wuu ka wareegayaa, can janbihi, dhinaciisa, alladii, kaasoo, kaana uu ahaa, calayhi, dushiisa mid ku sugan, dhinacii uu u jiifay wuu iska wareejin oo dhan kale u seexan.
حديث كان مسلم أيا وريي وسؤال شو واحد تهاي لأن كان ملحدة ملحدة ملك تهان صومر هاي إن الله سيحضه هداد إسرقتي هداد إسرقتي أدو ملك تي أتشيفة أياد رياح كريوت وحنا صومر وهذا هينا هداد رياح كريوتي دين إسكرب حقي إسرق يسمى ملحدة هذا ملحدة الله بس يحن شرينه هي أديك ملحدة ملك ملا هلا بس يحضر مياه شجع شجع دس تور كرت هداد دونت شجع شجع دس يحن كرتا مركب غاب كاسات سماي نيسا طيب waxaa dhici karta marka hore aad riyoon isba bidixda inaad u jiiftay midigta isu rog markaas shanaad wuxuu sameynaya yaqumu wuu istaagaya yusalli xaalo uu tukanayo in araada wa haduu doono dalika arinkaas ayadana muslim ba xadiidka wariyay shanta qaybood oo la sameynayaba shanta ba adiladeedu waa saxiix xadiifa xadiitha wuxuu ku soo aroray inuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa sallam الرؤيا وحوشي ريوينكو وانا اكساني من الله الا حقين كاهات ريادو هذي ريا في عنتهاي حق الله كاتمتكو والحلم من الشيطان هواو يوحى قرو وها اسكو دحياع او خمخم كاهو قريمان وبلا يد اتكون ريوني سنه شيطان حقي اي كاهات قفكين هدو ريوضو ريوحو كو ريوضو او دبسانايو صدح جيرنكي سبيح ذاها اوتوفو مركو صوتوصو إلهنا كما قال شرك هذا لبدا قدب هداد سميسيد رياضي حميدات كريوتي وحو النبي وشيغي فإنها لن تضره إنيسا وحدي بكوغي سنة رياضة حميدات كريوتي بقول رياح حميدات هداد عوى كريوتي وشيطان كيسكان أرتد وبيح دا وعن روفتد وإلهي كما قال شيد وهذا نعيد وشيغين وحاوي هل دي بكوغي سنة سلام أركو رواية كلا وحيا manamka saxda ah ee wanaagsan xaq ilaahi buu ka ahaday ee qofkiina haduu manan wanaagsan ku riyoodo riyo wanaagsan cid walba yuusan isaga sheegine qof saaxiibkiisa oo daacad oo naasix u ah ayuu u sheegay wariyada fiicnayd kow waa mid labaad qof walba oo naasix maahan waa qof tafsiirka riyada yaqaan oo caalim ku ah mid aan tiisaba fasiran aqoonin haddaad tiraahdo xal waa riyoodo oo riyo fiican baan ku riyoodo waxaa laga yaabaa meel daran inuu ka rido sababtoo asiga ma tiisa tafsiirkeeda garanaynin marka ruux naasix ah naasix maxaa lagu doortay ruux cadowgaaga tafsiirka riyadaada haddaad u sheegto tiraahda ii fasir waxaa laga yaabaa waxuun inuu kaaga fasiro nebiguna wuxuu tilmaamay riyada wixii lagu fasiraa inta badan waafaqda marka haddaad tiraa xala waxaan ku riyooda anoo guuray oo uu ku yidhaahdo guuritaankan waxaa weeye balaaya kugu dhacayso labada lugoodba lagaa jarhaya marka tafsiirkii riyadaadana waa kaas uu ku yiraahdo waa suurtagal labada lugoodba ka weyn lagaa siiyo balaaya kugu haabsato marka qof cuqdad kuu qaba ama adiga ku xasdaya ama did kuu ahu kaa soo horjeedo ku khilaafsan hala wadaagi waa qof daacad ku a kow waana qof aad isleedahay awood buu u leeyahay inuu fasiri karo riyadan waa midda saddexaad waa inuu ku bishaaraysto wax wanaagsan oo bishaara weeyaane farxad waa inuu dareemo riyadaa wanaagsan uu ku riyooday ama riyaxun hadday tahay maya shanta qodob baad samaynaysaa shanta qodob ayaa samayn wuxuu nebigu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka marka la gaaro lam takad ru'ya almuslimi takdib qofka mu'minka riyadiisu inay beenowdo ma ku dhowaanayso inta badan waa run laakiin waa qofkee nebigeennaa tilmaamayoo asdaqukum ru'ya asdaqukum xadiida midka idinku run badan xagga riyadiisoo riyadiisu xaqaaqa ay u dhowdahay waa midka markuu soo jeedaba runta lagu yaqaan markuusan hurdinba kii beenu hawaasahay oo kalaan dharban aqoon hadduu seexdo muxuu sheegi ninkii islaantiisu ay ku tira xala waa riyooda maandhe adoo soo jeedaan maare ku wayba beentaada seedaban kaaga rumaynahayaa buu yidhi adoo hurda marka qofku hadduu markuu soo jeeday beenlow ahaa hadduu riyoodana riyadiisu wax weyn oo macnaha yeelan mayso laakiin qofka runta iyo sidqiga iyo wanaagga iyo lagu yaqaanay hadduu riyoodo riyadiisaasu waa riyo qurux badan halna ogaada reer nairobi oo dhan caawa hadday wada riyoodaan kulligood oo ay ku riyoodaan masaajidka sigiska salaadaas waxay lagu wada tukada kulligood riyadooda waxba laga soo qaadi maayo macnaha wax axkaam oo sharciya lagu salayn maayo wax xugum ah oo sharciya oo laleeyahay xaalas oo saa kumaad riyoon ahaa masaajidka ma ku tukata maya dembiilaata ma jirto riyada dadka caadiga ahi wax xugum ah oo sharciya oo xalaal iyo xaraanimo iyo dembi iyo macaasi midna kuma tacalluqa waa un layska weheshadaa laakiin riyada ambiyadu taa waa ka duwanta riyada ambiyadu waa waxyi sababtu waxa weeye innaga waxaa suurtowda waxa riyadanba inagu keenaya shaydaan inagu ciyaaraya inuu yahay laakiin ambiyada ilaahay shaydaan kuma ciyaara inta hurdo ugu yimaado ma ku ciyaari karo waxa hurdada ay ku arkaan
waa waxyi ilaah xukum sharci aan laga qaadanayo xukum sharci ayaa laga qaadanayo tayib aan xadiidka ahadi qaybtaan waxaan ka faa'iideysanayna Soomaalida qayb badan dhaqan waxa u leeyihiin wax kasto ay ku riyoodaan dadka inay u sheegan khald wi bal waxa laga yaaba dad wadaadaah inay yiraahdaan xala sheekh Abdul Bamanaan igu yimido wuxuu sheegay balaay inay dhici doonto waxana waxaas u noqonaya xirsi xir wax noocaas in la sameeyo neef madaw iyo meel waxa way kala la iyo mid waxa way qoob diiran iyo wax noocaas uu sheekhu ii sheegay hadaan taa la qabanna balaay madaw oo halka ka timid ba habsanayso aan dib dambe la isaga kicin karin adeero waxaan qaabka daruma aad ku riyooto sheeydaanka ku ciyaaray maxaa dadka uu lugoynaysa aamus balaay dadka ka fariisay way kaasu kale leeyahay riyada xun dadka looma sheego bal inta qodob nabiguna baray fiiri dhanka bidixda rabaa aan dhuufin uu tufaa wixii sara shib la yiraahdo aan dhuuftiisa dib u luqa markaas uu masaajid intee la yimaado wuxuu oranayaa xalay baa la yimid oo taasa manaan lagu tusa balaay inay dhici doonto balaay inay dhici doonto marka koobaad horta adiga riyadaada xukum sharci laga qaadan maayo taa qabso wax xukum sharci waliba inaan xukum sharci laga qaadan muslimiintu khilaaf kama qabaan xataa imaamu nawwi kitaabka muslimka muqaddimadiisa ku sheega ijmaacul muslimiin inay tahay khilaaf ka taagnay waa midda labaad ee sunnadii nabiga wada khilaafsan tahay adiga wax sheegayo nabigu wuxuu ina sheegay shaydaanka inta laga magan galo iyo sharkeedaba riyada xun shib in la yiraahdo waan cunna lala wadaagin laakiin adigii waxaad samaysay wax fiican oo karaamada aad ka dhigto masaajid aad keento bulshadii baad la wadaagtay oo xoolaha lagu raadiyo keena la leeyahay marka arrinka noocaas ah waa khata wey saxna ma wuxuu nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam riyadu saddex qaybood inay u qaybsanto kow riyada wanaagsan wuxuu nabigu tilmaamay bushara min allahi bishaara xaq ilaahi ka timid inay tahay waana mid aan leenahay farxad dareen markaad ku riyootid qof saaxiibkaaga oo wanaagsan oo daacada u sheeg oo waliba riyada tafsiirkeeda garanahaya laakiin cid walba ha isaga sheegi waa bushara min allahi bishaara xaq ilaahi ka timid wey tan labaad waxa weeye waa riyo qofku markuu seexanayay maskaxda uu ku hayay cajaladiina uu dib ugu soo celiyey wuxuu ku seexday asagoo maanka ku haya biri subax halkaa ka bax toonka tag waxaa soo qabo dukaanka ka soo adeego markuu seexdo wuxuu ku riyooday asagii oo baxay isla islaadis wax ku tukaday toonkii tagay kombuyuutar ka soo gatay gurigii keensaday waa intuu xal ku seexday buu ku soo celiyey wax ilaahay abuurta taas uma laga soo qaadahay waa cajalada dib u daaratay wey tan saddexaad wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri waa riyo shaydaan xaggii ka ahaatay taxziinu min ashaytaan shaydaanka hurdada inta kugu yimaado ku murugelinaya sideedana waxaad ogaataa wuxuu u dabeecaysan yahay shaydaanku mar walba farxadaada inuu la dagaalamo murugtaadana uu ka shaqeeyo sida awgeed oo qur-aanka ku arkaysa liyaxzuna alladiina aamanuu suu u murugeliyaan ay u murugaan kuwii mu'miniinta ah ayuu sidaa u samaynaya mar walba wuxuu rabaa inuu kaa murjiyo hadduu soo jeedka kaaga quustay hurdada xataa kugu dayn maayo nin baa nabiga u yimid markaasu nabi alla waxala waa riyooda waxaan ku riyooday bi surkoo la iga gooyey oo weliba surkaygii oo lasii wata aan u jeeda biyo lasii dilindilaynayo markaasaa nabigu wuxuu laa tuxadithinaasa bitalaacubi shaydaani bik shaydaan baa xalo dhow kugu ciyaarahay oo ku walaaqahaye ciyaarta banooriga xalo uu shaydaan kaa dhigtay dadkaa oo sheekeena nagala aabusubi nabigu sal alay wasalam sur baa la iga gooyey iyo sanka farta inta laiga geliya la jiiday surkaygii iyo halkaasuu sii marahayey waa nin xalo dhan shaydaan haystay waxaa noocaasoo kale aana karaamooyin ma aha marka waa noocaas marka qofkii markuu wuxuu karaahsanaya ku riyoodo aan fiicnayn daawadeedii waa tanaa nabiga ayna baray calayhi salaatu wasalaam wixii wax fiican hadday yihiin oo ku riyoodayna waxbaan ka tilmaana ayadana waxay aan ka tilmaana ducaau qunuutil witri witriga qunuudkiisa ducada lagu ducaysanayo witri waxa weye qofku markuu salaatuleyl ka tukado ragcadaha isdheero uu ku gabagabeeyo hal ragcay noqon kartaa saddex ragcoo hal ataxyaada leh bay noqon kartaa shan ragcoo israacsan bay noqon kartaa salaatuleylka markuu tukanayo gabagabaynta uu ku gabagabaynayo witirka ducay leedahay qunuudkuna waa ducadii alwitrina waa tirada isdheereed oo salaatuleylka wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow ihdinii ihanuuni fii man dad dhexdooda haddaytaad hanuunisay ilaahu dadkaa hanuunsaneed hanuunisay dhexdooda igu dar wa caafinii ilaahyow icaafi fii man dad dhexdooda caafaytaad caafiday oo xanuunada xunxun iyo akhlaaqda xun iyo dhaqanka xun iyo qaab daran qofku inuu u fakaro kulli dadkaad ka caafisay ilaahu dadkaa igu dar aynaga caafimaadka waxaan u naqaana kan jirka keli ah laakiin waxaa ka daran caqiidadaadu inay kuu caafimaad qabto tilahlow caqiidadaday i toosi
عملكي iyo cibaadada ay sameysay iyo salaadii ay tukatay inuu ku caafimaad qabo ku fiyow yahay riyo iyo sumcana isan ka galinayo istusus ee gabad falna aad sameyn waxaan lagu dirsanaada la iman laftirkadu waa caafimaadka qayb kamida wa tawallani ilahu imamul fi man dadka tawallayta aad maamushay dhexdooda wa adduunka dhan soo ilaahay ma maamulaha dadka ilaahay sida goonida uu u cinaayeeyo oo ugu naxariisto oo ilaahay uu gargaarka goonidaas siiyo kuwaasu leeyahay ilaahay ugu dar وبارك إله وإي بركة لي أنيقة فيما وحي أعطيتها آت إسيسي هدي يهين مال يهدي يهين علمي يهدو يهي عمل صالح إلهي كوفري يهدو يهي عود يرقالو عرور يحاسس هدي يهين وحي إله آت إسيسي إله خير كود إي بضيو إي بركة وقني إله إيقا إلالي شر ما شي شركي قضيت آت حكمتي وحي آت حكمتي oo qadiyo xukuma ilaahu waxa sharkiisana iga ilaali ilaahi xaqiisa marka loo fiiriyo wax ka soo xukumeen waa khayr laakiin aynaga marka la fiiriyo oo ugu tacluqayo baa laga yaabaa dhib inaynu aragno fa innaka adigu taqdi waad xukunta muxuu xukuma wax ka soo ilaahi u doona wuu xukumaya walaa yuqda laguma xukuma calayka dushaada oo xukumkaaga cid ka daba hadli kartaa male kowniga ah innahu amr yashaan ya laa yadhillu maduloobo من روح واليت أدوى الحريري سي روح هذا إله هو حريري سي وأدوى هكاك سي إله مدو اللو بيو ولا يعز شرف مي يلان أيو معزو بيو من روحي عاديت أدلع الله تنطي تباركت إله خير كاقا يابطي الدنيا آخر با وتعاليت إله واتر ريسا ومخلوق إذل أياد الله كسر ريسا أصحاب السنن كالنسائي ترمذي أبو داود ابن ماجه انتبا ويوريين دارم يغير كود ويوريين مركة وترك حقيا لغولا إيمان انت هذا الركوع مركة سلاة دي وترك رميستي انت هذا الركوع كهر أياد الله إيمان إيسا مركة دعاء دان رميستي دوا الركوع سمع الله وضعون وسجود واكا واتحيسا وحاك الله بنان علماء ويكوى الرمان سيدان متعارف عادي هانا قانو markaad rukuucdid oo samica allahu tiraahdid oo aad soo ictidaasho soo toostid markaa ka bacdi inaad qunuudidna ayaduna waa bannaan tahayoo shay xaaraama ma aha shay xaaraama ma aha ducada labaad ee baabkan wuxuu oranayaa qofku waa qunuudkii baan ku jiraaye galo allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan magan gelayaa biridaaka adiga raalli ahaanshahaaga min sakhatika caradaadana ka magan gelaya labada tilmaamood waa laba sifo ilaahay uu leeyahay arida wasukhtu ilaahay wuu raali noqdaa qur-aankana waa ka buuxda waad ku aragtay radia allahu canhum ilaahay baa ka raali noqday wa ridwaanu min allah ilaahay wuu raali noqdaa laakiin raali ahaanshaha dadka wax shuqul kula maaha raali ahaanshaha ilaah waa mid khaaliq keenuna waa mid makhluuq inta khaaliq iyo makhluuq isu jiraan bay raali ahaanshaha alle iyo raali ahaanshaheennuna isu jiraano shuqul iskuma leh markaba yuusan u soo degdegin maskaxdaada inaad raalli ahaanshaha u fahantid qof baahnaayo wax la siiyey oo farxay camal ha u qaadanin taas raalli ahaanshaha aad tasawuran kartidoo fahan ka bixin kartidoo waa kaad ugu taqaano dadka laakiin kan ilaahay daatada ilaahay saadan u garanayn ayaadan tana u garanayn keliya waxaan leenahay waa sifa sifaadkiisa ka mid a waa sifaatul afcaal wax raalli geliya ilaahay markaad la timaadid wuu kaa raalli noqonaya sakhadka iyo caraduna ayaduna waa sifa ilaahay sifooyinkiisa ka mid a وصفات الافعال وح الهي عرق لي هداد لا تمادد الهي وكو عرونيا سومالدو اي غير عرق الهي كو دعد يرهدا لكن عرض الهي تين ما شبه هدف تين نوا ميد مخلوق وبني ادم ضعيفه تن الهي نوا عرق الهي وبمعافاتك دافي دادان الهو مغان غليا من عقوبتك من عقوبتك عقوبه دادان كم مغان غليا اناد اي دافتد او اي عفيسد او اي سامحدد بان مغان واه waxaan kaa magan gelayaa ilaahu inaad cuqubo imarisid mid adduunya mid aakharaba wa acuudu waan ku magan gelayaa bika adiga xilmigaaga iyo dulqaadkaagaan ilaahu magan gelaya minka min cuquubatika cuqubadaadaana ka magan gelayaa iyo ciqaabkaaga iyo sahad caradaada cidda aad magan gelaysid waa allah raalli ahaanshihiisa iyo cafintiisa cidda aad ka baqanaysidna waa allah sidaa awgeed cumar kelmadiisii caanka ahayd oo ahayd nafiruu min qadarillaahi ilaa qadarillaah ilaahay qadarkiisaan ka cararayna ilaahay qadarkiisaan u cararaynaa isagaan ka cararaynaa isagaan u cararaynaa laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayka laa uxsii ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka dushaada aan ku ammaanay
إله هدان دمع إنن كو أمانو عدة إرغان أرنيسا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام هدان دمعوه إنن كو أمانو أمان تهذا إله مكو بكرة كما أماني كرماها لكن وحو إلا أحسي مكو بكرة ثناء أمان عليك دوش هذا مكو كو بكرة أنت هذا كما سيدي باته أثناني تهذا كو أمانتي على نفسك نفت هذا أو أه سفك استو كمال إيه وناغ إيه لما يستيران كتوستا إناد ليه هذا وحك استو نقصان إيه عيب إيه هوسين إيه دليل كتوستيانا أتكوه فانتهي إلهي حديث كاساقنا أصحاب السنن أيها سو ساري حين كنت صينا يساد عدن ميل والبوت قاخر سنكرتا سجود أتقوا آخر سنكرتا قنود كي أتقوا آخر سنكرتا دعاء صدحات اللهم الله يو إياك أديق وكلي أيا نعبدك وعبدينا هذا الكلام دعاء عمر بن الخطاب إسكاله ولك أديق كلي جاب أن نصلي كوت كنا إنا يو ونسجد كوت سجودينا سجود وقبل كم ده وحويا صلاة وإليك حقا نسعى أشقيسنينا يو آخر أشقيسنينا هو نحفد أن أدك دقينا نحفد أي نصارع أدك دقينا نرجو وحن رجينينا رحمة كان حريص هذا ونخشى وحن كبغينا عذابك عذابك خشيضة إيا خوفك لبضو بوا عبسي لكن خشيضة وحن لصعوطة عدة أتكبغيسين إني عبسيدا سكوه لسهي بيسي أتكهي بيسني سن معرفة ولا هدرته وأنا مدع علوم الله يقويا كإنما يخشى الله من عباد العلماء خوف كنا وحوي وعبسنا يسا عدة كبغ يس عقاب كذا أنا كبغ يسا إن عذابك عذاب كاجو بالكافرين كوا قالوا بي ملحق مثلها ليشين يوي هدي هذا القرد هو اسم فعل غادي اسم فاعل هذه لغادي أنا وحنا نقول يا ملحق مد هليلة يويان عذاب كاو قالده هليلية إلا هو أنا قبل بادي اللهم الله يو إنا نقول نستعينك كلمة ينقوي ديسنينا أمور تذا آخرية تذا دنيا بإله كلمة ويدسينا وذا كلمة ويدسين ونستغفرك إله رافتان أيان كاد البينا إن الدم بيجي قد دافتي ونثني ونكوش يجينا عليك دوش هذا الخير ونك خير أيام نخوش يغينا ولا نكفرك إلهك وقالوا بمينه وبرواغوينك نوغش إله وحاوي كابا لعمينه ونؤمن وانكر رمينينا بك أدقى إله وانكر رميسانها ونخضع وانكو خضوعينا يكوه غنينا لك أدقى ونخلع وانكتغينا ويا هلكان خلعي وخا لو استعمال انت بدن كبها يا مرض يا مرك لسيبه فخلعنا عليك سو ما حسا كبها سيب نبي موسى بركي لو ييري مركا ونخلع وانكتغينا دي كبتي مر هدا سيبت ميشي كوتالي كبتي او غشانيد ايا سيبتو كتغت ونخلع اي نترك وانكتغينا من روح يكفرك اله اديق كو غالوبيه او قلبي اهانا بري بار ونهي قالب اهانا اله بري بار ونقرينا بيهقي با وريي حديث كان وانا هذا الاولي هي عمر بن الخطاب ايضا ميشا والو اخر سنكره مركه لقنوط الذكر حسك لا ايمان يو عقب السلام سلامته غداشيده من الوتر وتر لا سلام نقصده صلاه واجب كها مركه لا سلام نقصده وخي دعاه لا خسن لها وا سو مري تني وها ويه صلاه الليل كي با توكتي واد وترسي مركه اد وترسي gadaasheeda maxaad akhrisanaysa adhikru xuska lala imaanayo aqiba salaami salaama naqsiga gadaashooda min al witri witriga laga salaama naqsado ko wuxuu oranaya subhana al malik ha subhana al malik allaha boqorka ayaa xumaan oo dhanka hufnaaday al quddusi maliki al quddusi ay tahirna oo nuqsan iyo ceeb oo dhanka tahirna ثلاث مرات صدح جير بورنيا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس بورنيا والثالثة تصدح لا جير مركيدا صدحات يجهر ولجهر يا بها ايضا وهو يمد وتاغ يا بها ايضا صوته عدكي سيقول حلو ليه رب الملائكة والروح أي أرنيا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح مركز صدحات أي صدق أرمية يا
ها واساس وي ربي الملائكة توي الملك بأي وحي كتها نعتي أم بدل كتها عليه ملك ربي الملائكة ملائكة ربي يدأها يور روحي ملك الجبريل وملك الجبريل ملائكة كمد يهي مركا وحي قوني لو شيء وفضل ودير يهي وأنا صوم الرأي ذو كليته وحي الروح لو قم قعب العلماء ليه ملك الجبريل جسد كينو وحي كتها روح ذو نفطه معنويات كينية إيمانيات كينونا وحي كو استاغي يعني وحي ملك جبريل ونبقى وكياني مركا لبادة أس روح ومن إيماني معنوياتي تهي مدنا عادي عن جسد ديقائي تهي وان اوتشيدون وحسيقا لبادة سينو كون الله ولبا وحا قيمة بدن مدن معنوية وإيمانيات كاقي الروحيات كاقي إني لسيني هنا أيا قيمة بدن نسايبا وريي مركا وي بنانتها وإذا دادا قاركو صبارة تراويح لمركا تكري يعني دعاء الأخر سار markay xogaa joogan dhowr raacood kudaanba rabul malaa'ikati warruuh ila yiraahdan in la isla jibiyo waa masala kale to laakiin witr oo kale in la akhriyo markii salaada laga baxayo waa sunu du'aul hammi wal huzni du'adi murugta iyo tiiraanyada al hammi wal haz wal huzni maxaa u dhaxaya wa tilmaami doona insha Allah ta'ala hadiidkeeda markaan sharxayno du'aul hammi murugada du'adeedii iyo wal huzni tiiraanyada ad bay dadka hawsh uga sheegtaan markasoo adduunyada iyo jacaylkeeda iyo weynaanshaheeda ugu bato murugteeda iyo tiiraanyadeeda iyo walwalka iyo walbahaar kor waan ugu sii badanaya markasoo qofka xagga aakhara iyo ilaahi raali ahaanshihiisa iyo weynankiisa iyo qalbigiisa uu ku batana inshiraax sadri iyo wuxuu dareemaya qalbi furnaan marka hadaad murugootid maxaad samaynaysaa xagee daawo u raatan wuxuu oranayaa allahumma allahayo inni anugu عبدك أدون كعانا، ها إلهه أدون كعانا. بريدي ولي لما جارينا جرو، والدعاء سنة سه، عوان كانوا قرن والدعاء الهم، لكن دعائي وحبا كهرية. إلهه أدون كعيبانا. ابن عبدك أدون كعانا إنن كيسيبانا. أدون أدون الله يبارك فيه. أنا قلنا أدون كعيبانا. ابن عبدك أدون كعانا إلمه السنة وارها أدون كراي دلعي. ابن عبدك مركيا إسلام سو جليه. عد كستو أديك كاسر ريسو. أصول شادية يا الله قصوا بلابي يا مرك النبي آدم يحوى الله قصوا بلابي هو يو أب إلى النبي آدم يحوى يسوع ريسا أنتوا وأدوم إلهي مرك ما بدح بنان أدون إلهي بات ابن أمتك أدون تادا إلمه دي بنا وحقه هو يض إلى حو أيدنا حوا كوجي ناسيتي فود ديدو بيدك جعنت هذه كشرته ها مر هذا الشيء فود قبته وكوه قصي صماء إله فود ديدا gacanta ay ku jirtaa ayada maamula ada ay ugu tasarrufo sirabtiga sameeynaa maadin waxa tagaya oo soconaya fiya aniga dhaxdayda xukumka xukumkaaga wixii aad igu xukumtay way ugu fulayaan ilaahay oo la muqabbal xukumihi way ilaahay xukumkiisa cidna kama hor iman karto adlun waxa cadaalad fiya dhaxdayda qadaa xukumkaaga waa laba asal oo waaweyn oo ah qadarka iyo qadaha ilaahay laba tiro waaweyn oo ku taagan yahay way oo ah إلهه وحنا أمسنا هاي حكم كاجو إنه وقف ليه وأنا خلافي كريم وحنا كلو أمسنا هاي وح كصد يروح كنت عدالة نيته وما حي إلهي كشيء قد ميس إلهي محي أقوم معك أنا يا هبل إجماع أبى في عينين إجماع هو يف في عينين وح برشاد أصير بكون عيو أنا وح ويا وح باصي محي إلهي جربها هو أذكرنا هاي ور إلهي وح بكا مرة به إن سيد الله قل قلاب درو كوجو ترتاي هداد برواقه عشان الحمد لله هدي هداد وح كام غني هنا صبر أو وح نقطة قف غير الصبرة هذا هو حشين غني شاكرا نقو لكن إلهي إن هذا يسد بحبك جار ما يسد قول إما الله أنت ذم بكثر جم يسا وح كستو إلهي كوح كبي هذا تقول لك أنت كن قط حاس كي المهي وبابا يتكتد عدل في قضاءك وح إلهي وكوح كبي وعدالة كما قدر حولها يقرن هذي جبتان عدل في قضاءك وعدالة إلهي سوق ولا نقبل حولها نأسق عليه أديك أنا أسق كله سداس لين خير قطه فيلو ولي إلهي واحد كفل أتا وحو ناكسن سيدا أوجد ما كتابك بلوغي سكسة ومرأي أنا عند ظن عبدي بي أدون كي وحو إغام لا يستون بانا وحونا نبقو شاك صلى الله عليه وسلم هاد إماننا إلا وحو يان إذنكو إلهي ملاه أوه ناكسنا يا ماهان أسألوك إله وحن كووي ديسنا يا بكل اسم مقع كستا وهو أصغ الله كاذي وكوسقنا الله كاذي وكوسقنا هذه مقع كسو الله هذا هي بين الله وحكو ديسنا بل دعوة سعجبنا هذا فيه مقعيد إلهي كواء تقانين ويليهين كواء أدن أقون ويليهين
إله مجعك الصو الله الله يضحي إله الله يضحي الله يو أيام حكوا دي سنة مجع عاصو سميت أتكون مجع عودي به مجع عاص نفسك نفتها إله مجع عدي سأسعى لبح سأبح في كتابي سميع عليم بصير أو أنزلت أما أتسودك سيهو مجع عاص في كتابك كتابك قرآنك مجع يبدن إلهي ولا يهيب كتير قرآنك أو علمت أما أدبرته مجعس أحدا قف أو من خلقك مخلوقا كمدة أو استأثرت أما أدلقون النغط به مجعس في علم الغيب علم غيب كنحديس عندك أكتر أنت أسب إله وحن وحكبو يديسا أن تجعل إن أتكيشد القرآن قرآنك ربيع قلبي قلبي يقدو قيسه والنور السدري حبط كي لابط إذا إفتين كذا وجلاء حزني مروق تيدا فيدي ديدا وذهاب همي تيرانيدا إذا تجد ديدا تجتان كذا يه تكسين تيدا أحمد بحديث كان وريي وحماشي كصوب حي حديث قيب لها وحكم ذها إنه النبي قيري ما أصاب أحدا قط هم قف مجرت مروق يتيران يكون عضو مركا ودعاء أنا خريستو إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا إلا إلهي وحقوق بدل غفك دعاء عن أخرسته ماشي مروك تأي تيران يدو أي كهي ستي كهي ستي انتو كتكسيو أيو بوسك إلهي وحقوق لنا يا فرحاد يا رين رين مركز النبي سؤال ويديو وحالا يري ألا تعلمنا رسولك إلهي دعاء بيادة نبرين مكاسو رسولك حير بلا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمهن قف كستو مغلوحا هبون إنو برطه وكو رقمه وكو العليه وكفا إذا يستو أيا أو هبون بي مركوا دعاء قيام بدنوي ماشي وحا كسو بحي إلهي مقعياشي سصدحنا يقايب سمان قيب كتاب كقرآن كاكو قرآن وقرآن كإنو كأر كإنو أنزلته في كتابك iya qayb makhluuqaad ko dhal aan la wada barina makhluuqa qayb kamid la baray oo dhici karto nabi maxamed qayb in la baray nabi kale qayb yaqaanay aw allamtahu ahadan min khalqika iya qayb aan quraankiina ku qornay ilaahina makhluuqi sawh kamid uu sanbarin oo ilaahi uu cilmigooda iyo aqoontooda la goonay noqdo ruux wax ka warqaba jirin aw istaatharta bihi fi ilmi alghayb indak sadaxda bi ilaahi ku baray inta quraanka ku qoran oo asma ilaahiya ilaah wadan ku bariyaa wax ka soo magac leedo kitaabka ku qoran ilaah waxan kugu bariyaa magac ka soo leedahay oo khalqigaaga mid kamid aad bartay ilaah waxan kugu bariyaa magacyada qiimaha badan ee aad leedahay oo adiga aad gooni u la noqotay cilmigoodan cidna kula ogeyn ilaah ku wasan kugu bariyaa ilaah ku wasan wax kugu weydiisanaya ya waa iska caadi waxa laga yaaba luqada ku turjumayno ee ba iyo ilaahay iyo tafsiirka noocaas oo kale taa waa luqoyin lagu fasiray marka wax mushkil ah bal iska leeyay sidii ku hayne ya kuwi bay turjubayaan macna gooniya ma hay bixiyeen waa macnaha tafsiirkoodi samii maqalba ku macnayna sooma basir aragtida ku macnayna ilaahay waxbu arkaa marka waxbu arkaa luqad carabiga ma hada waxa ku hadlay waa soomaali marka iskaaliyadu weyn hawsha ayaa loo arkay insha Allah ta'ala wuxuu nabigu ilaahay weydiistay oo ina baray anta jacala alqur'aana rabi'a qalbi wa nuura sadri meesha loo ducaynaya waa qalbiga iyo laabta laba waxyaalood oo meesha ka soo baxay markoo loo baryahayo rabi'a iyo nuur rabi'a maxaa keenay rabi'a waa doog iyo barwaaqada maxaa keenay biya keenay soo ma roob baa da'ay doog iyo barwaaqo soo saara marka waxaad qalbigaaga weydiinaysaa markoo ilaahay u weydiinaysaa laba waxyaalood xayaato nolol ah oo sida naquba uu ugu noolaado roobka qalbigaagu quraanka ugu noolaado iyo iftiin basiira ah oo aragti dheera ilaahay qalbiga inuu kuu galiyo oo waxa xun intaad aragtid oo qalbiga ka dareentay aad kaga dheeraatay sida uga doon quraanka ku arkaysaa inta taqullaaha yaj'al lakum furqana hadaad ilaahay ka baqdaan وحق يا بادلك أتكو كلا جيسان بو إلهي إذين سمينا يا وامحي وقلبي يا وحلا جلينا هيو إلهي قلبي يا جوراج إنه جلينا يا مركه إلهي ويديسو حياته وراكس طيب حق يلا جهلا القرآن سيدا أوجد القرآن كواحد كيشا إلهه قلبي يا جدو جيسه
حوت كي جي الله تيدا إفتين كولا وجلاء حزني وذهاب همي مروق تيدا يتيران يدا يدا مت تكسير إله كيان هذا ما واحد قاتي وح أوقفي عن ومروق الجودة ويه وول والجودة ويه وتيران الجودة ويه القرآن واحد لكن القرآن عدل هذا كمل جار كدي جنس ومالن كتاب حجة وح أخذ ترى والله ما أنت حجة أوكي واي مركز نادك تجلس أيام مركز مروق تدري دي وصل قرن سماه هني نقول عادي القرآن كده إسكو داوي إسكو عاف ماديو وحوي عاف ماد كدرة إسكو آخر إسكو طف إسمري إلهي كبري وحكفي على مارك سيدا أوجد بنبي سلادة مركو كشرو آيات عذاب إلهي مركو صامر إلهي بكم جنجلية سلادة كشرة يقرأ مركو صامر ملا إلهي تنال جوي دي سنة يو إنتو هكيا قراءة دي بإلهي تنال جوي دي سنة إلهو تنال إسي إلهو تنال إسي إلهو عذابك قبل بادي همين نبي وحوي كنت كرا يا إنتو عذبهم فإنهم عبادك هذا آيات دارون ونقرأ سلام مركي ليرين أمضى إذن إلهي أبريه يبي والركوع دي سجود دي إلهي أمضى أبريه يا مركا قرآن كوا داو شفاء ويان قلبي وداو يهاي شركة داو يهلا بضرة دعاء وجودا بيسه اللهم الله يو إني أنجو أعوذ وحن كامل جلية بك أديك من الهم هم أي كامل جلية والحزن مرقنا وكامل جلية والعجز تقدرنا وان كان مغنغليه اوضلي والكسل وحسنا وان كان مغنغليه والبخل بخيل لمن وان كان مغنغليه غعن اديق والجبن فلين من وان كان مغنغليه والضلع الدين دينتو اني فيرها ايغا فوشو ايغا ادكاتر وان كان مغنغليه دينت عليسكيده وغلبت الرجال رجا ادكانتودنا وان كان مغنغليه اني ايغا ادكادان رغي طيب إن حديث كان بخاري باوري وحديث صحيح رسول كان دعاء وابدين شري عليه الصلاة والسلام وآدب أبدين شري حديث كان ابن القيم باوري أشر حشي آد القيم بدن وناكسن وحونا ابن القيم تلمامي نبي الله محمد الحديث كان لحديثه سديد وحيالات بإله كم مكان قرأ وحديث كان لحديثه والله بس صدر يبر وحي ناقرا لبعض الصدر يبرك سوح النبي الله كم جنجلي وسديت شيء أفرسو الهم والحزن والعجز والكسل وأفر البخل شن جمل جلح ضلع الدين تضب غلبة الرجال سو سديت قدام ما سديت قدام النبي الله كم جنجلا دعاء عجيب كذا واحد كم ذا سديت ولا بلبى إسول الصعدان لبلبى إسول لما يهين من الهم والحزن أوض الصعدان والعجز والكسل واوضة الصعدان والبخل والجبن واوضة الصعدان وضلع الدين وغلبة الرجال واوضة الصعدان سديد من لبلبا ويساق واوضة الصعدة وحوط المامي ابن القيم رحمة الله عليه سيدان تلمان نيبا همي يحزنه إن يهين قرينان اسكو لمان وحين كمد يهين بي لبداس الهم والحزن من ألم الروح ومعذباتها وحيالها نفت آدمها جباء وحنوتشية عذابنا أي كم ديهن الهم والحزن نفت هذا وح سلعية وجبية وكوسا نغنغرية وكوتشنا هي وضبكها كوشدا أي لبده وكم ديهن به وياه ما حاول حيا الله وفرق الهم والحزن وحط المامي هم وحوية توقع الشر في المستقبل ودي مستقبل كأت فيلان يسون وليك سو جاري والو قبانيا والو ديليا والو صوعي والو ماجيا هي وحاسد مغش واحد مركب فيلان يسوا شر ان وليك سو جاري لكن اد كبقيسد حق ان اد فيلان يس تاسا وحا لو استعمال مركه هميغه حزني غنا وحا ويه ان اد كحنوستيد وح ماضي هو تغي او اديغا كو دحاي أما واحد شعلي ذا كنا فاي لبده واتجين ها حزن كوا واحد كنا فاي لكن واحد كنا فا لبأ ليب كون عقوق هستين وياهي وأثارتي سولي كاسي مغطو إيه ما يا واحد شعلي ذا وانتهى هذه سك كنا فاي لبده أصلا واحد لو يقنا حزن لبده واحد حزن لكن حزن كي يتريده واحد كم ذي سينهن وألم إيه كليل أدرامي سو قلبك كإيمانه يحنون تسويا طيب labaduna waxay saameynayaan qalbiga way gubayaan way rafaadinayaan sida ogeed uu nabigu ka magangalay alayhi salatu wa salaam taas waa qodob waliba wuxuu ibn qayyim tilmaamay asbaabta xanuunka qalbiga keenta waxa ugu daran labadaas inay ka mid yihiin
عجزكو وعدم القدرة شيء عشاي حقنا هذا الأوود الكريم ما بقى أوودين بقى كسل كنا وحو كوحا لقوضا شيء واضبا هانتها لكن ما بقى نغاقي سحقي سوات كوها السنة السابع تاسا لقوضا وحو النبي ومركا ويديستي عليه الصلاة والسلام إلهي كم قال ياه سيدية دا قضب أو سيدية دبا تشيركا قفكا يبدن كيسة يقلب كيسة إيدي بايا لبدا قضب وقوه الرئيسة واشيقنا يقلب كيدي باتو كيسان ايان لبدا كوحكتا العجز والكسل مدينة وعدم القدرة وحيا أثربتين أد أودي ويدي مدينة وحيا أثربتين أد أوفر فرعونا ويدي وحقود أد ويدي أي تهي وحصوهري الجبن والبخل لبدا أيقاهي واللمانيه وحين كم دي سنيه لبدا وضو لبدا وحي نعفي قفك بني آدم كهي وحو ضدك وحو قطره إما ببدنه وإما بماله إنا تشركها قددك وحو قطرت وحي سوى قبق وحان إسي إعاوي مركة وأود هذا يين مالك وحو قطرت قفك فولي قاهي مركة وحو كبا خيلي بنفسه وبدنه ورد الجهات كاد لا أركي مهاية بالتليفون كنت سنة هي ميتك بخيل كان بماله وددك وحو قطر لا يهدي وكبا خيلي لبدا ضب مشكلة هاي ستو كي بخيل كه مركو أركضت كي وناك سنة ديق سياشة ها وحي لبحين آخر وحي أكتود إله ويال إله أكت ويال مالك سمرجون دانا كي فلقة ها مركو أركض جهاد كي وكهري جيسياش وعذرها يسوع دجان أمانتها أي هلان غني مذا أي سوا هلان جوش يسوه سوه يين وتجي وحي يكونوا غني سحته بلشدي إنه لحشوك إلى أم حا كاري وتجنانا يقولك أفعل عقل كل شيء كشري ولورين تري مركز دتك ولا تشوغان أفك حلبة كسارا مركز دتك كتجان حمبة كسارا ساسا الله هذي لها هذا يتسائل يري هذا أحد حاسل لو يري هذا الكلكة محاسل لو جمر واي أم حد ورم ويدادك شوف مركز رجسي ما دام بمال بيا برا فالقصوى ما بهال الكربة لكن مركز كتجان بكلية جرمها يا مركز واحد أصوب حيا إن تاس أو قدم أو نليل أو فرد جمانته ولا هي شركة لها الله ويا هيد اللي وها الله أنا لجرها لين من الشيء كراسو لبدا مركز وعلى وعي اللذود تاجر فرحات بدن يوناك بدن يقول بدن آخر يمد الدنيا لبدا ويدافع يعني البخلو ينك اللو يا بخيل كي فريج وضلع الدين دين تعريس كذا يو غلبة الرجال رجع أثكان توضة أما قهر الرجال لبدا با نفط أيه دبا دين تنا نفط أيه دبتها وحاول يرجع إنا كأت كذا نقولي وباطل كأت كذا وقدرك كأت كذا نفط آدمها وعي دبتها لبدا با سيدا أوجي دينتو وخصب له وخصب لكن بحق بلغو خصب مثلا دين بلغولي حق باتكو قادت قفك دينتو كولها حق بكولي وحي سينو كويراتو مركا لكن واحد دريمي سرفات يا دبا دريمي سامروغا دريمي ساوحي مركا دين هيلي كرين دينتو الولي قفك مرور بادركا واحد دريمي سعريري إلا أبتسان كام غنقا غلبة الرجال وحق بعض الكاغات كادو كو أود شكتايو نب كو أه أيدنا إلهي كام غنقا إلهي كام غنقا رجع لقاها اللي هواينك كورها إنا يلفتركود كوا أوت شيكتان واسكوميد واسكوميد إنا بعض الكاغات كادان رجع دمر من نما أمانا مركز الدية دا وحيا رود ون يا ومعادوي عادوي يا حزن يحز لبضه واسح لبضه أوكي وي ها لبضه أوكي وي بارك الله فيك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.